باتمان جوناثان فارس رجل لطوات بس مبنى اللطوات ما يكون جاي من الصين. يا اهلا وسهلا فيك. صباح النور جوناثان. خبرنا اكثر شو هي التمارين الهوائيه. 100% اليوم حنكون عم نعمل تمارين الايروبكس ومن اسمها بنعرف انه هي بدها مثل ما حضرتك قلت الاكسجين. ليش الاكسجين؟ الاكسجين هو حيكون المصدر الطاقه يلي نحن بحاجه له مشان نكون عم نعمل هالحركات ومصدر الطاقه للعضلات مشان نقوم بالحركات. واضافه لهالشيء كايروبكس او ك هيدي الحركات هي تعتبر از كارديو فاسكولار اكسرسايز يلي هو بمعنى ثاني اي عضل السبور اللي بيقوي عضلات القلب وبالتالي بيحرك الميتابوليزم بالجسم. ف بتعرف كثير الفوائد للكارديو فاسكولار اكسرسايز او حركات الايروبيك اللي بدنا نعملها منها مثل ما قلت بتقوي عضلات القلب كمان بتوطي السكر بالدم بتشتغل على الكوليسترول المنيح بالجسم الاتش دي ال وكما انه بتساعد على اذا بنعرف فيها اسمها الريستنج هارت ريت يلي هو عضلات القلب وقت نحن نكون قاعدين ما عم نعمل شيء هي كل ما تكون اوطى كل ما يكون افضل كل ما نكون عم نساعد قلبنا لبعدين كل ما نتقدم بالعمر يكون قلبنا مرتاح اكثر لانه بتعرفوا اهم شيء هلا صحتنا. صحيح اكيد بدها نفس طويل كمان اكيد. فحنبلش بالحركات. تفضل. حنبلش اول شيء تدريجيا نطلع بالحركات اليوم الحركات كلهم عم بعطيهم فيهم ينعملوا ان كان بالبيت او حتى فيهم ينعملوا بالنادي بوجود الستاب اللي معنا وحنعمل كمان بعض الحركات مش بحاجه لا ولا اكويبمنت. سو اول حركه حنبلش فيها هي كتحميه فينا نقول كانه عم نعمل هاي نيز بهالطريقه على الخفيف تنكون عم نحمي جسمنا. فينا نشتغل بطريقتين يا اما بنحط تايمر قدامنا نشتغل على 30 ثانية 45 ثانية ما في مشكلة وفي عنا طريقة تانية هي نشتغل على تعداد نعمل الحركة تنقول 30 مرة أو 50 مرة أو قد ما قدري. أنا إذا بدي شخص بعده مبلش جديد وماش قادر يركز على الحركة تيعملها صح وتكون يضيع بالعد فضل يحط تايمر قدامه يحط 30 ثانية ويشتغل بس خلص 30 ثانية بيريح. بس نخلص حركة الهاينيز حنشتجئ لها بطريقة تانية اللي هي شوي أصعب ونبلش كارديو مضبوط اللي هي بدنا نكون عم ننط بهالطريقة. سو اهم شيء بهالحركات ننتبه انه دائما شو عم نتنفس صح. انا سؤالي عن النفس كمان انه الناس يلي نفسهم قصير وحسوا انه كثير عم يلهتوا من اول تمرين بتنصحهم يكفوا او وهي اصلا يمكن مع التمرس بتقوي النفس. هلا في شغله بدنا ننتبه اذا شخص عنده يمكن مشكله صحيه معينه ان كان بقلبه او بنفسه حلو يستشير الطبيب او اخصائي التمرين تبعه على الاكزرسيس اللي بده يعمله. هيدا واحد. اثنين اذا ما عنده اي مشكله وبلش الاكزرسيس وحس بهيدا الشيء هو يمكن يكون شوي نقزه قاسي على الاكزرسيس اذا ما كان عامله ولا مره بحياته حلو يخفف الانتنسيتي تبعه ويعمله على رواق. هول هن السببين غير هيك ما في مشكله نعمل الحركات. بس نكون خلصنا الهاينيز حنلتجئ لحركه انت بتحبها توني اللي هي شو؟ جامبينج جاك. عفوا جامبينج جاك هي حركه هيدي حركه النط يا امين. بهالطريقه سوتي. كمان اذا قلنا في تايمر بنكون عم نشتغل على 30 ثانيه واذا ما في تايمر فينا نكون عم نعمل حركه 30 مره. وفينا نستعين بفيروز. هي العداد البشري هون صح. بس نخلص الجامبينج جاكس فينا نلتجئ للستبس. الستبس حنكون عم نعمل عليها ستبس بهالطريقه كمان. بس نخلص هالحركات حنتجه لحركة تانية اللي هي سايد تو سايد ستبس بهالطريقة. طبعا ستبس فيه يكونوا ارتفاعات مختلفة صح اكيد حسب الليفل تبع الشخص. كمان مثل ما قلت اذا حس الشخص كثير تعبان بتنقول الستاب اللي هي تنقول اعلى منها في وطيها لهالدرجة. اذا كانت هيدي الستاب هيدا المقياس صعب عليه يخفف تعداد الحركات ويعملها بطريقة مشان يكون عم يقدر يتمم الحركة لوقت معين أو للريبتيشن المعينين. بس تخلص السايد سلايد ستابس حنلتجئ لحركة تانية اللي هي الماونتن كلايمبر. كمان الماونتن كلايمبر تعتبر من الحركات الصعبين للكارديو للي بيحب الأوتدور أكتيفيتيز طبعا دايما بس هي تسلق جبال. سو بهالطريقة حنكون ومنه
انه بصراحه التسلق اسهل من تمارين التسلق. انت دايما بتعطل هم حركات الكارديو. ما انا لو نعمل تمارين الكارديو معاك لزوني نرتاح 3 ايام بعد. هي بالواقع كثير صعبه يعني حتى بالنسبه لل خلصنا الماونتن كلايمبر. حتى بالنسبه للرياضيين المحترفين تمارين الكارديو متعبه اكيد يعني بتطلع منها مثل كانك متسلق جبال. صح 100%. سو حنعمل بعد حركه او حركتين سريعين جرب نستفيد منهم. الحركه الاولى هي بات كيكس او كانه عم نركل المؤخره بهالطريقه. انا حسك لانك لابس باتمان بالاخر رح تطير اليوم. يمكن شو بني رح تطير بالاخر اليوم. لا ضلني على الارض. بس نخلص البات كيكس. في عنا حركه صعبه كثير وهيدي تعتبر الاصعب ككارديو. حركه كارديو فينا نعملها بالبيت اللي هي البيربيز. هعملها بهالطريقه نطة لفوق. بنزل نطة لفوق. أمين هيدي أنت شو بدك فيه؟ أفضل حلوين كثير. خلينا على هوديك. بتعرف أنا عم بستشف شغلة طالما اليوم عم نحكي عن الرواية عم شم ريحة بأنك ما بتاخذ مكملات كثير متقدمة. لانه بالاجمال الرياضيين اللي بياخذوا مكملات غذائيه متقدمه مثل الستيرويدز نفسهم هالقد بيقصر نفسهم اتعب يمكن شوي حجمهم اضخم مني. نعم انت طبيعي. الحمد لله. الحمد لله. نحن بدنا نشكرك. شكرا لك جوناثان. تسلقنا معك شبال نطينا صحيح تعبنا قلنا هاينيز ولا بدنا نقول باي باي جوناثان. شكرا لك جوناثان. شكرا لك. فاصل امين. فاصل تعبنا كثير صراحه. تعبنا تسلقنا. إذا فاصل مشاهدينا ونعود مع باقي الفقرات. وفقوا معنا.